الملف الثاني اللي رح نتابعه الليلة هو ملف وقضية أمنية من القضايا الأمنية اللي عم نحكي فيها، وهي قضية المواطن سليم عون. سليم عون هو دكانجي متواضع جدا من منطقة جزين، هو ضحية من ضحايا الفلتين الأمني بلبنان، من ضحايا سلاح بلبنان، ومن ضحايا السرقة بلبنان. خلينا نشوف هالتقرير لنشوف شو صار مع المواطن اللبناني سليم عون. كهرباء الدولة اجا واقف على الباب، جاب حجر شي 3 كيلو وضربني فيه على راسي خمسة كسورة بالجمجمة. سرق منه 3000 دولار و 700000 لبناني، وان شاء الله انه المخابرات عم تلاحق الجاني وعارفينه نحن، لانه وقعت المحفظه بقلب المحل. المحل صورته معنا. المواطن سليم عون هو ضحية جديدة مثل ما قلت، من ضحايا السرقة ومن ضحايا الأمن الفلتين، ومن ضحايا هيدي القضية يلي صارت بكل لبنان تقريبا. عم بيصير في سرقات يلي للأسف الوضع الأمني سيء جدا بهيدا البلد، وكل أسبوع بدنا نحكي وما رح نوقف هيدا الملف، ورح نضلنا نصور مع المشاهدين يلي بيتصلوا فينا اللي بيتعرضوا للسرقات، ورح نضلنا نفرجي على العلن كل الناس قديش عم يتحرك السارق والقاتل بحرية بهيدا البلد، وكأنه ما في قوى أمنية، وكأنه ما في حدا يقول له وقف عندك ويتم أنه يوقفوه. للأسف يعني أكثر من هيك فلتين ما مرق على لبنان. الوضع سيء جدا أصدقائي المشاهدين، مجتمعنا عن جد عم يمرق بأزمة أمنية، أزمة خطرة جدا. وأنا بعرف في كثير منكم حابين يعلقوا على هيدا الموضوع، بيقدروا يتصلوا فينا على الهواء على الأرقام يلي عم تمرق، ومن خلال أكيد السكايب وتويتر والبيج على الفيسبوك، وهيدي كلها وسائل الاتصال بخدمتكم لحتى نحكي معكم على الهواء. بقضية سليم عون اتصلنا بابنه بسام، وعرفنا أنه لهلأ السارق هربان وعم بيحاولوا أنه يقبضوا عليه، لأنه بما أنه نسي محفظته ومعروف في هويته. في معي اتصال مباشر على الهواء مع فادي الخطيب. مساء الخير فادي. مساء النور جو، كيفك؟ الحمد لله. عبد أول شيء ألف مبروك على البروجرام. مرسي فادي. تستاهل كل خير. شكرا شكرا لك فادي. خبرنا شو صار معك جو. انا يعني قصتي انت يمكن من الاشخاص الاول اللي عرفت فيها. نعم. تاع 4 الصبح بفوت 4 مسلحين لعندي على البيت، 5 مسلحين. نعم. بعصيين ومقنعين بمنطقه امنيه، منطقه فيها امن. نعم. وين تحد شو تحديدا؟ خلينا السفاره تقريبا حد السفاره المصريه. نعم. بفوتوا بيحطوا سلم، بيطلعوا بفوتوا على البيت معهم ربطات البلاستيك اللي بيربطوا فيهم الايدين. نعم. عارفين فايتين لعندي على البيت، مشان هيك طالعين 5. نعم. مع سلاح وعصيان وقلت لك مقنعين. مرت بتوع عليهم بنص الليل. نعم. والحمد لله يعني بفضل الله قدرت واجه هالجماعة اللي ما بعرف كيف رح الدولة أو الأمن كيف رح يقدر يضبط هيك ناس بتتسلسل على البيوت. يعني كان صار جريمة قتل، أنا عندي أولاد بالبيت وعندي. كيف قدرت تواجه 5 مسلحين فادي؟ قدرت واجه يعني الحمد لله، قويت، ما كنت بدي اتنازل ابدا يفوتوا يربط اي حدا من اولادي او مرتي لياخذوا اي غرض كان، ان كان شخصي ولا واتفر كان جايين يسرقوا. ضليتني عم بواجههم هون، صار في خبيط بيني وبينهم. نعم. وبفضل الله قدرت خليهم يطلعوا من البيت ولا ما يكونوا سارقين ولا اذين حدا غير انا اكيد، لانه اكلت كثير خبيط. اخر شيء سحب الفرد علي وخرطشوا. نعم. وكان بده يقوص ابني كان واقف وراي كمشل الشورت وعم بشدوا كل المعركه، ضلت تقريبا ربع ساعه. نعم. اكيد اللي بقول لك اياه، الحمد لله قدرت طال 3 منهم، والثلاثه كان عندهم يعني عن جد تأذوا منيح،
لانه كل اللي فكرت فيه الاولاد وعائلتي وكل اللي كنت عم فكر فيه بعد ما فلوا انه كيف هالدوله وكيف عن جد الاهم تبلدنا انه ما بتخلي ناس مثل هول يكون موجودين بالحبس. وانا بهديك الحلقه كنت بدي اطلع معك جو لانه عن جد الشخص اذا بيقول لك انه ما لازم يكون عنده سلاح بالبيت، انا اذا بيصير لي احط دبابه بالبيت عندي بقدر بحط دبابه، لانه اكثر من هيك سيبان مرت تعرضت لسرقه بباركينج بالباركينج تبع البنايه عنا، بيجي واحد بياخذ لها جزام من قلب سيارتها. انا تعرضت لسرقه سياره بس الحمد لله كمان قومت. هل قد فادي بتعتقد الامن فلتين بلبنان؟ يعني اذا عم خبرك على كل جو فاتوا علي 5 ساعة 4 الصبح، طب لتاريخ هلا ما معروف هول الخمس مين. قدرت تعرف شي شو جنسيتهم؟ سمعتهم عم يحكوا ولا ما حدا حكي شي ولا كلمه؟ ما كان في حكي ابدا. في واحد حكي كلمه لما جرب عم يضربني على العصاية براسي، طرقني على العصاية براسي، قمت انا ردت فعلي كانت انه طرقته بالبوكس رجع. في واحد قال ورا يا ويلي كيف ما وقع وهرب. مين تابع القضية؟ رفعت دعوة عند القوى الأمنية بالمخفر؟ رفعت القوى الأمنية والمخفر وتابع القضية كبار بالقوى الأمن. نعم. قائد الشرطة وكل الأشخاص تابعوا الأمن. الغريبة أنه اللي بيستغربوا أنه هالقد انتشرت القصة وهالقد انعرفت، ولا تليفون لا من مخفر ولا من اي حدا انه نحن عم نتابع القضيه ونحن رح نشوف وين صار. نعم. ما حدا همه وما حدا قال. علما انه القضيه صار لها يمكن شي 7 أشهر اذا مش غلطان. سنة تقريباً. تقريباً سنة. أنا كمان مضيع بالحسابات. فادي أنا نعم فادي أنا بدي أقول لك الحمد لله على السلامة. بدي أقول لك يمكن أنت الحمد لله رياضي وقدرت أنك تدافع عن حالك، بس للمواطن اللي ما قادر يدافع عن حاله لازم نلاقي له حل. وإن شاء الله الصوت يكون على طول عم يوصل، وهذا الملف الأمني أكيد ما رح يوقف بأنت حر، وكل أسبوع عد ما في سرقات اسم الله رح نضوع عليها ورح نحكي عنها. شكراً لفادي الخطيب. وأنتم كمان فيكم إذا عندكم أي تجربة، قال بيقولوا تجربة، إذا أنتوا ضحايا هيدا الفلتين فيكم تحكونا على الهواء من خلال كل وسائل الاتصال. رح ياخذ اتصال. مساء الخير. ألو مصوار. مصوار تفضلي. معك زينب عثمان من بعلبك. أهلا وسهلا بزينب تفضلي. مستر جو، أنا أولت امبارح أو نهار السبت بالأحرى كنت ضحية من ضحايا الإفلات الأمني ببعلبك. نعم. وكنت أنا ورفيقي ماشيين على طريق عادي بطريق يمكن منطقة جاي بتأدي لبعلبك اسمها عين بورداي. نعم. شو صار معكم بس باختصار؟ اوكي، اللي صار انه بيجي جيب ورانا بسكر علينا الطريق. نعم. جيب اسود بدون نمر بدون شيء، فيه ثلاث مسلحين بينزل علينا بالرشاشات. نعم. بياخذوا منا كل شيء تحت، يا اما منقوسكم ملتمين اكيد. بياخذوا منا السياره، بياخذوا منا التليفونات، بياخذوا منا الجزازين، المصاري، كل شيء بتركونا فوق بالجرد. نعم. وبفلوا. حضرتك كنت بالمنطقة هيدي لأنك من فوق يعني، ولا كان عندك شغل، ولا ليش كنت موجودة؟ لا أنا من فوق. أنا حضرتك أنا حلو. أنا بدرس سياسة بالجامعة اللبنانية بالفرع الأول بالحدث. نعم. بطلع كل ويك أند على بعلبك. وكان نعم. عندنا حفلة لاتحاد الشباب. نعم. نهار السبت، وكنا عم نحضر لهيدي الحفلة أنا و... نعم. وصديقي وأنا ورفقاتي. من بعد سرقوا لكم السيارة والغراض والسريرة. ايه ايه ايه. شو عملتوا؟ من نص ساعة عم نمشي لمشينا لو فينا لأول بيت لدقينا لل 112. نعم. ويا ريت ما دقينا لل 112. ليه شو صار؟ ساعتين لياخذوا منا الحيثيات والمعلومات، بنقول لهم بليز تعوا ساعدونا، تعوا نكشفوا بعدها الدنيا ضو يعني كان شيء 4. بتعرفي بساعتين وين بتكون صارت السياره؟ انه بتصور بمنطقه حد بعلبك يعني. لا ابعد بكثير. ابعد بكثير. على كل حال انا بدي اشكر اتصالك وشكرا لمشاركتك لنا هيدي الحادثه يلي صارت معك. هودي الجيبات السود يلي بلا نمر بلبنان بنشوفهم كثير، مش بس بنشوفهم ببعلبك محل ما صارت السرقه معها، حتى بنشوفهم بكل المناطق وبنشوفهم ببيروت، واذا بنحكي بتقوم القيامه. في جيبات بلا نمر، في ناس تعمل جرائم مع اسلحه غير مرخصه وغيرها وغيرها من العناصر اللي بتخلينا نتاكد انه القضايا الامنيه ما بتوقف والفلتين الامني بلبنان ما بيوقف، ورح نضلنا نرفع السقف بانت حر.